بقى مسألة بقى عادية خالص، هتحلل سبميشن بروف اتجاه الإكس هتساوي 400 جا كوساين 30 زائد اف 1 ساين ثيتا ناقص 600 في 4 على كام؟ بيساوي صفر ليه يا باشمهندس؟ لأن المحصلة بكام؟ المحصلة على واي سبميشن الواي هيتساوي 400 ساين 30 زائد اف 1 كوساين ثيتا زائد 600 في كام؟ ده اللي بيساوي كام بقى؟ ده اللي بيساوي ده معلوم؟ ده معلوم، عندي الطرف اللي هناك، يبقى اف 1 ساين ثيتا هيساوي 600 في 4 على 5 ناقص 400 كوزين 30، دي المعادلة الكبرى. واف 1 كوزين ثيتا هتساوي 800 ناقص 400 ساين 30 ناقص 600 في كام؟ 3 على 5، دي المعادلة الكبرى. هعمل ايه في المعادلة الثانية؟ شوف على جبت رقم مين؟ سيتا.